سيد حسين أفروي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء فريق اتحاد الحركات الشعبية لمناقشة مشروع قانون رقم 803 الذي تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من درجات تقاضي بالنسبة لهذا الصنف القضائي. وهذا المشروع أتى استجابة للتوجه الملكي السامي القاضي بإحداث نظام قضائي إداري ذي خصوصية متميزة تجعل المغرب يقطع أشواطا مهمة في تعزيز استقلالية القضاء وكذا تعزيز فصل السلطة في إطار دولة الحق والقانون، مع إعطاء كل الضمانات للقضاء المغربي كي يقوم بعمله على أحسن وجه، حيث قال جلالة الملك محمد السادس: وإذا كنا نريد استمرار هذه الصورة الأصيلة المشرقة لقضائنا في إطار دعائمه القوية ومرتكزاته الراسخة، فإننا نتطلع كذلك إلى أن يكون هذا القضاء متطوراً ومتجدداً يواكب ما يعرفه العالم المتقدم في مواجهة المشكلات التي يثيرها العصر وتولدها الحضارة الحديثة، ويسير ما عقدنا العزم على إنجازه بإذن الله وما دعونا إلى التعبية له بمنظور تصحيحي للمسؤولية ومفهوم جديد للسلطة. انتهى كلام جلالة الملك. السيد الرئيس، السادة الوزراء، أخواتي إخواني، إن من أهم المميزات التي أتى بها هذا القانون أن محاكم الاستئناف الإدارية جاءت منسجمة مع ما هو مقرر للمحاكم الإدارية، وذلك بالحفاظ على مؤسسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، كما أنها أصبحت توفر إطاراً حقيقياً لاستئناف الأحكام انسجاماً مع مبدأ تعدد درجات التقاضي، وذلك في إطار منظور جديد متقدم ومتطور بالنسبة للغرفة الإدارية التي كانت تبت كمحكمة استئناف، وتطور دورها الآن على البت كمحكمة نقد في انتظار إحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى وفق التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. وهذا سيعطي للمواطن الحق في قضاء ابتدائي وكذلك قضاء استئنافي إلى جانب قضاء المجلس الأعلى، وبذلك سيتم تجاوز الوضعية السابقة التي كانت تخلق إشكالات قانونية بسبب عدم إمكانية الطعن في المنازعات الإدارية. السيد الرئيس، بالنسبة لأحداث مجلس الدولة، فإننا في فريقنا فريق الحركات الشعبية نعتبر بأن وظيفته يجب أن لا تقتصر على قبول الطعن في الأحكام فقط، بل يتعين أن تتعداها لتؤدي وظيفة أخرى هي وظيفة الاستشارة، وذلك رغبة في تعزيز دولة القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وليطبق في أهم مظاهره، ألا وهي علاقة المواطن بالإدارة، تلك العلاقة التي لن تكون عادلة إلا في ظل قضاء إداري يعطي لكل ذي حق حقه. وبالتالي فإننا نعتبر بأن هذا الإصلاح القانوني يتجاوب بكل تأكيد مع الأوراش التي انخرطت فيها الحكومة في مجال الإصلاح الإداري، والتي ترتكز على مقاربة الحق والواجب إزاء المرفق الإداري، وهو الأمر الذي لن يصل إلى المدى المأمول منه إذا لم يواكبه إصلاح الترسنة القانونية الإدارية التي تفتح آفاق الحقوق أمام التعامل الإداري إلى جانب الواجبات المطلوبة منه. السيد الرئيس،
وختاما إن من شأن هذا القانون أن يسهم في تعزيز الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا وإلى مزيد من التطوير والتحديث، حتى يتمكن قضاؤنا من رفع التحديات التي تفرضها الألفية الثالثة تماشيا مع الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترأسه لافتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 ديسمبر 1999، والذي عبر فيه جلالته عن رغبته في توسيع مجالات التطوير والتحديد بإقرار الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية وإحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا، حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان السيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين. وعليه فإننا نعلن في فريقنا مساندتنا لهذا المشروع والتصويت لصالحه، آملين أن يكون نصيب هذه الترسنة المزيد من البحث والدراسة والتعزيز، شاكرين للسيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وكذا السيد وزير العدل وأطر وزارته على المجهودات التي بذلوها لإخراج هذا القانون لحيز الوجود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد حسين.